أكثر حول تفاصيل عمل مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية في قطاع غزة. يسعدني مباشرة أن نرحب عبر الخط الهاتفي بنبيل جمعة، نائب رئيس مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية في قطاع غزة. سيد نبيل، أهلا ومرحبا بك معنا، بتمنى أنك تكوني بخير. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني سيد نبيل، بداية قبل الحديث عن الجمعية وعملها وخلال عملها أيضا خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة، دعنا في صورة حول هذه الجمعية، حول تأسيسها وأيضا برامجها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة وهذا الاهتمام بعمل المؤسسة في إسناد وإغاثة أهل قطاع غزة، وأسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يقتل العدوان عاجلا غير آجل إن شاء الله تعالى. مؤسسة وفاء المحسنين هي مؤسسة تركية أنشئت عام 2018 ميلادي، تعمل في 7 دول حول العالم على رأسها فلسطين. نعمل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والقدس الشريف. بفضل عز وجل لدينا مكاتب معتمدة في أكثر من دولة، و طبعا في القلب من ذلك فلسطين، القدس والضفة وقطاع غزة. يعني دعنا سيد نبيل نتعرف على أبرز الأنشطة التي تقوم بها الجمعية الخيرية خلال هذه الحرب الإسرائيلية المتواصلة لهذا اليوم 21 بعد 100 على التوالي، ونشاهد أن هذه الجمعية أيضا تعمل منذ اليوم الأول لهذا العدوان. نعم صحيح أختي الكريمة، نحن منذ اليوم الأول لهذا العدوان استنفرنا مكتبنا في قطاع غزة وطواقمنا على في الميدان. بفضل الله تعالى كنا سباقين في إغاثة وإسناد أهلنا، خصوصا الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء، وقمنا بمشاريع منذ اليوم الأول كانت تركز في الأساس على تقديم الوجبات الساخنة والطرد الغذائية والطرد الصحية والبطانيات وكل ما يمكن أن يسند ويرفض صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الإيواء المؤقت. قمنا بعد عملية التوغل خصوصا وبدء عملية النزوح الداخلي أنشأنا عدة مخيمات، وكانت لدينا فكرة سباقة وفكرة جديدة وهي إنشاء مخيمات من ألواح الزيرقو، حيث أنها تعطي خصية أكثر وأمان أكثر. والآن أيضا نقوم بعمل مخيمات جديدة في رفح جنوب قطاع غزة وأيضا في مواصي خان يونس. هذا جانب. جانب آخر، تعرف أختي الكريمة أن قطاع غزة منذ الحرب لم تدخل أي مواد تجارية، ولدينا علاقات جيدة مع الموردين من داخل غزة، ولكن بسبب شح ونفاذ كثير من المواد أيضا لجأنا إلى تسيير قوافل من خلال جمهورية مصر العربية إلى داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. يعني من هون سيد نبيل كنت بدي أحكي عن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، يعني هي بزيادة في كل دقيقة مع هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل. واليوم إن أردنا السؤال حول المطلوب، فأهلنا في قطاع غزة يحتاجون لكل شيء. ما نوعيات ما تقدمونه اليوم وفي هذا اليوم وما قدمته أيضا خلال الساعات السابقة من هذا اليوم؟ أنا أعيد تأكيد على نقطة مهمة. حاليا الأولوية هي عملية الإيواء. هناك حالة نزوح مستمرة ومتصاعدة للأسف، وهذا يستلزم من الجميع تكاتف الجهود من أجل إيواء أهلنا النازحين. ونحن الآن نقوم بإدخال خيام من مصر إلى داخل قطاع غزة، إضافة إلى المخيمات التي ننشئها من داخل قطاع غزة. فالأولوية الأولى هو موضوع الإيواء، إضافة إلى ذلك موضوع الغذاء من خلال توفير وجبات ساخنة، من خلال توفير طرق غذائية، خصوصا ونحن مقبلون أيضا بعد فترة قليلة على شهر رمضان المبارك. وأيضا هناك ضرورة لتوفير ما يتعلق بالطرق الصحية الهيجين كيت. وتعرف يا أستاذة كريمة أن كثافة النازحين في مركز إيواء
سبب للأسف كثير من سبب ظهور كثير من الأمراض الجلدية والأمراض المعوية. ولذلك نحن أيضا في هذا الإطار نقوم قمنا بعمل أيام طبية في مركز لواء بهدف معاينة المرضى وخصوصا الأطفال وكذلك تقديم أدوية مجانية لهم. يعني أخ نبيل اسمح لي أن نتحدث حول عدد الخيام التي قمتم بتقديمها لأهلنا في قطاع غزة. هناك كثير من المناشدات التي تصلنا وأيضا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اليوم الناس باتوا ينامون على الأرض، يفترشون الأرض ويتغطون أيضا بالسماء، وهو ما يقولونه نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل. كم خيمة قمتم بتوفيرها لأهلنا في قطاع غزة اليوم؟ وأيضا ما المناطق التي تستهدفونها بتقديمكم لهذه الخدمات؟ حاليا كمناطق أختي الكريمة اليوم الكل يعرف أن أصبح تركيز النازحين فقط محصورا في محافظة رفح في قطاع غزة، وبالتالي اليوم أصبحت رفح التي كان عدد سكانها 250 ألف نسمة أصبح عدد سكان الآن 1,300,000 نسمة، وبالتالي أصبح حجم الضغط النازحين يتركز في رفح. نحن الآن كل مخيماتنا في رفح. بدأنا حديثا في إنشاء مخيم بالتوازي في منطقة مواصي خان يونس، مواصي غرب خان يونس، وتعرف أن الأوضاع الميدانية هي التي تحكم القدرة على إنشاء مخيمات. بالتأكيد. طبعا نحن ما قمنا بإنشاءه حتى الآن قرابة 300 غرفة، ويفترض أن تدخل لنا خيام خلال هذه الأيامين من مصر 400 خيمة. هي كلها عبارة عن جهود، وأنا أقول دائما أن تكاتف الجهود حاليا هو الذي يساهم في تخفيف حدة الأزمة في لأهلنا في قطاع غزة. بالطبع. يعني أخ نبيل، أيضا إن أردنا الحديث يعني بتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل، ولا مكان آمن اليوم في قطاع غزة، سواء في منطقة رفح التي دعا الاحتلال بأنها آمنة، أو حتى منطقة خان يونس والمواصي التي يتوغل الآن بها. ماذا عن التحديات والصعوبات التي تواجهونها في ظل هذه الأمور الكارثية التي نتحدث عنها خلال تقديمكم لهذه الخدمة؟ حقا تحديات كثيرة ومتنوعة، والتحدي الأساسي يكمن في أن فريقنا وهو أنا أسميهم جنود الميدان أبطال يعملون تحت القصف تحت النار وفي ظروف صعبة وبعيدين عن أهلهم وذويهم. ولهم مني عبر أثير قناتكم وإذاعتكم الكريمة، لهم منا كل التحية والتقدير. هذا أولا. ثانيا أيضا هناك تفاصيل يعني هي تكون صعبة في موضوع النقل اللوجستي، في موضوع توفير المواد، في موضوع التوزيع نفسه، في موضوع التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل أونروا، مثل الهلال الفلسطيني، مثل وزارة التنمية، مثل اللجان الأحياء، لأننا نحن نؤمن بموضوع الشراكة والتشبيك من أجل استفادة أكبر قدر ممكن من الشرائح المحتاجة. وحاليا للأسف أقول أن كل أبناء شعبنا في قطاع غزة هو يحتاج للمساعدة ويحتاج للإسناد نتيجة الظروف التي لا تخفى على أحد حاليا. بالطبع، يعني جميع أهلنا في قطاع غزة اليوم يحتاجون لكل شيء كما ذكرت قبل قليل أخ نبيل. أيضا من المهم واللافت جدا لديكم خلال تصفحي على مواقعكم تقدمون الدعم النفسي خاصة للأثار المترتبة على الحروب، سواء خلال الحرب وحتى في الحروب السابقة على قطاع غزة، تستهدفون فيها النساء والأطفال على وجه التحديد. يعني خلينا نحكي شوي عن هاي الخاصية وأهمية ذلك اليوم. يعني هذه حقيقة ما ذكرتيه أثرت في نقطة مهمة أختي الكريمة، وهي أننا فضل تعالى قمنا بعمل أيام ترفيهية ودعم نفسي للأطفال في مركز لواء. هدفنا من هذه الأيام أولا إشغال الأطفال بما يمكن أن يخفف من حدة الصدمات الناجمة عن القصف والعدوان، وأيضا معالجة بعض الحالات الفردية التي كانت ممكن أن تكون لها انعكاسات صعبة. بفضل عز وجل نحن نقوم بعمل أسبوعيا بعمل 3 أيام ترفيهية متنوعة في مراكز إيواء مختلفة، والآن أضفنا إلى ذلك عمل أيام ترفيهية في المخيمات العشوائية التي تم إنشائها نتيجة امتلاء كامل مراكز الإيواء الرسمية في رفح. يعني نقوم بتوزيع الهدايا والألعاب
وبعض البسكويت والعصير، إضافة إلى مهرجين، إضافة إلى أخصائيين دعم نفسي من أجل معالجة الحالات الفردية التي تكون للأسف وصلت إلى مراحل صعبة نتيجة صدمات ما بعد الحرب. يعني أخ نبيل، أيضا يعني المساعدات التي تقدمونها لأهلنا في قطاع غزة بحاجة أيضا لدعم مالي، وهذا الدعم الذي نتحدث عنه لا يمكن بأرقام قليلة أو بسيطة، بل لدعم مالي كبير. دعنا نتحدث حول هذا الجانب، ومن الجانب الآخر إن كان أي أحد يريد التقدم إليكم بأي من المساعدات، كيف بإمكانه أن يتواصل معكم؟ يعني نقول أن الجميع مدعو والجميع مطالب إنسانيا وعربيا وبالتبرع لإغاثة وإسناد أهل قطاع غزة. نحن بفضل الله عز وجل نملك شراكات جيدة مع مؤسسات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى أننا أيضا لدينا سمعة طيبة بفضل الله عز وجل مع أبناء شعوبنا العربية. التبرع أختي الكريمة يعني سهل وميسور وآمن وقانوني، إما من خلال حساباتنا البنكية وإما من خلال منصة التبرع الإلكتروني، وهي أيضا يستطيع أي أخ وأي شخص حول العالم التبرع بسهولة وأمان وموثوقية من خلالها. يعني بحب أحكي لكم بركة جهودكم ويعطيكم ألف عافية، بتمنى دائما تكونوا بخير يا أخ نبيل، أنت وجميع الطاقم. حياكم الله. وأنا يعني بركة جهودكم، هذه الجهود يعني المستمرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكرا لك الأخ نبيل جمعة، نائب رئيس مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية في قطاع غزة. شكرا لك.